ازاي نعمل اعلان ممول؟ اول حاجة هنجيب الاول البوست اللي احنا عايزين نعمل له اعلان، هناخد الاي دي بتاعه كوبي من اللينك من فوق، نخش على الادز مانجر، هنعمل كرييت، هنجيب انجيجمنت، نكتب هنا اسم الاعلان، هنا نحط المبلغ اللي عايزينه اللي هنعمل بيه الإعلان يوميا. هنا اخترنا 100 جنيه، كل يوم الإعلان دوت هيتصرف عليه 100 جنيه. ندوس كونتينيو. أول حاجة هختار المكان أو المنطقة أو المحافظة اللي أنا هترجتها، زي مثلا كايرو. هنا هختار العمر، الفئة العمرية على حسب انت بتتارجت انهي فئة للإعلان بتاعك، وبتختار هنا من أولاً. هنا هتكتب اللغة، لو انت محتاج تحدد لغة معينة انجليش او عربيك. هنا هعمل التارجت بتاعي باترن، اختار باترن، وهجيب برضه سيوينج. لقيت هنا الـ potential reach 760,000، تمام. بعد كده هدوس continue، هختار اسم الصفحة، واكتب هنا الـ ID اللي انا اخدته كوبي من اللينك اهو. ده شكل الإعلان لما يظهر على الموبايل نيوز فيد. هنا لما يظهر على الديسكتوب هيبقى شكله عامل كده. طبعا ده مش فيديو، فعشان كده مش هيظهر في المنصات دي. ده هيظهر شكله على الانستجرام، طبعا مش هيظهر في الفيديو. بعد كده بدوس كونفيرم، هياخد شوية وقت تعمل ريفيو، وبعد كده هتلاقي الإعلان يشتغل على طول.